إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهناك أمور عظيمة وأحداث كبيرة في تاريخنا ونعيشها إلى اليوم، مع المدة يصير الإنسان ناسيا لها، مع أنها من الدين. من ذلك قضية فلسطين، هذه الأرض المباركة التي مرت عليها أحقاب وأحداث من المحن والمصائب، وإلى الآن ما زالت تعيش مرارتها. وإن المسلم في هذا الزمان لا يذكر في فلسطين إلا من خلال تتبعه لوسائل الإعلام، فما يذكره في هذه الأيام نكبة فلسطين أو نكبة التي عاشتها فلسطين، وذلك 1948، يعني 15 شهر ماي، في مثل هذا الشهر 48 و900 و1000، حيث قام اليهود الصهاينة بإعلان دولتهم المزعومة وتهجير فلسطين وتشريدهم وهدم أكثر من 500 قرية وهدم المساجد وقتل الأطفال وبقر بطون النساء وغير ذلك من الفوائج التي يعني أحس وشعر بها الفلسطينيون وذاقها الفلسطينيين آنذاك. إلا أن التاريخ لا يقف عند هذه المرحلة، وإنما الأعداء حينما يريدون فعل شيء يخططون له ويمهدون له، لا كما نفعل الآن أو اليوم أو كما يفعل المسلمون، حيث لا يخططون ولا يبنون مستقبلهم على أسس علمية أو تاريخية. فاليهود والأعداء بصفة عامة يبنون حاضرهم على ماضيهم ويبنون مستقبلهم على تاريخهم، فهم لا ينسون التاريخ، بخلاف المسلمين سرعان ما ينسون تاريخهم المجيد أو العظيم، فلا يتذكرون إلا التواريخ التي لها ارتباط بالمسألة، ما يسمى المسألة السياسية، أما الدينية فتنسى عندنا. انظروا إلى إسبانيا إلى الآن تحتفل بكل سنة بتسلطهم على المسلمين وإخراجهم من الأندلس، يحتفلون احتفالا دينيا بمعنى صليبيا، فيذكرون بذلك شعوبهم أنه كان هنا ما يسمون بالمسلمين أو الدولة الإسلامية حكمت لأكثر من 8 قرون، فيحتفلون بذلك حتى يحافظوا على عقيدتهم الزائفة. ونحن قلنا لا نتذكر إلا الأطلال التي هي باقية شاهدة على حال المسلمين. كذلك فلسطين، اليهود كانوا يخططون لذلك ويفكرون في إنشاء دولة لهم
إما في فلسطين أو الأرجنتين أو أنغولا. هذه الدول الثلاث كانوا يركزون عليها، لذلك أقاموا مؤتمرا صهيونيا عام 1897، 70 في عام 97 و800 و1000، أقاموه في سويسرا بقيادة هرتلزر معروف تاريخيا. هذا المؤتمر تدارسوا فيه كيفية إقامة إنشاء دولة يهودية على أرض من هذه الأراضي الثلاث، بمعنى إفراغ شعب هذه الأرض منها وأن يحلوا محلها. هذا كان تفكيرهم، بمعنى يأتون إلى هذه الأرض فيخلون ويفرغون هذا الشعب الذي سكنها أو الذي يقطنها أو الذي هو أصلها، فيسكنون ويحلون محلها. فاتفقوا في هذا المؤتمر على فلسطين. لماذا؟ قالوا لأنها هي أرض الميعاد، هي أرض الميعاد. وراسلوا بذلك رؤساء العالم ليشجعوهم على إقامة دولتهم، يعني السرطان، فدولتهم واليهود سرطان في أرض فلسطين، بل في صدر وجسد المسلمين أجمعين. ثم جاء ما يسمى بوعد بولفور، لأن لابد أيها الإخوة أن نعرف تاريخنا. فوعد بولفور كان ذاك 1917، أي 1917 و1900. هذا بولفور ورئيس وزراء بريطانيا، فكتب رسالة وعد إلى قيادة الصهاينة وقائدهم أنه يعده فيها بإنشاء دولة لهم، لأنهم ينظرون إليهم بعين العطف والرعاية وسيتخذون لهم وطنا في فلسطين وسيقدمون لهم كل التسهيلات من أجل إنشاء هذا الوطن المزعوم، أي لهم. فماذا عملت بريطانيا وبماذا قامت به؟ المسلمون كانوا يعيشون في تخلف واحتلال لأراضيهم من قبل الأعداء، الجهل، تخلف، الجهل في كل النواحي، البعد عن شرع الله، التقاتل فيما بينهم، سفك الدماء. فكانوا هم يستغلون مثل هذه الظروف، فكان الانتداب البريطاني، أي الاحتلال البريطاني للشام منه فلسطين، منها فلسطين. فلما احتلوا فلسطين ففتحوا الباب للصهاينة، أي للهجرة إلى فلسطين. انظروا كم يخططوا، فجاءوا يعرضون على ملوك فلسطين يعني شراء الأراضي، أي اليهود الصهاينة كمهاجرين، كعمال، فمساكين، فقراء، يريدون استثمار أموالهم في فلسطين، بناء المشاريع، غرس الأشجار، زرع الزروع، تنمية البلاد، مساهمة في اقتصاد فلسطين. فيدخلون من هذه الأبواب ولهم خلفية أيديولوجية دينية، ونحن المسلمون ننظر إلى الآخرين نظرة
مادية، منافع، مصالح، فاقتصاد، ولا ننظر إلى ما وراء الكواليس، يعني أننا لا نفكر فيما وراء الكواليس، ما هي أهدافهم، ما هي مقاصدهم. هكذا المسلمون إلى الآن، إلى اليوم، حتى إذا ما تحدث أحد عن أسرار هناك فيتهمونه. لذلك العلماء أصدروا فتوى آنذاك في فلسطين، قالوا يحرم بيع شبر من الأرض لليهود، لا يجوز، يحرم أن تبيع ولو شبر واحدا من أرضك لليهود. فبدأوا يسخرون من العلماء، أشنو غادي يديروا هاد اليهود، ها اشروا الأرض، ماذا سيفعلون؟ فنحن أهل البلاد، نحن الأصلاء، نحن الأغلبية، نحن، ولكن ما خططوا لي ماذا سيكون مستقبلا حينما يتملك، ويقع الآن حتى في بلادنا، في بلادنا، فتجد النصارى في مراكش، في صويرة، في يملكون أراضي شاسعة، وقد اشتروا منازل فاهرة وفي ملكيتهم. فمع المدة قد يطالب بأشياء أخرى لأبنائه، لأنه سيصير مواطنا. وكما يقع الآن في الخليج، في بعض الدول، ولا نسميها، في بعض الدول الخليجية الآن فتحت أبوابها للعمالة، وهذه العمالة جاءت من دول أخرى فتوطنت وتولدت وحصلت على الجنسية، جنسية تلك أو ذلك البلد، وهم غير مسلمين، وهم في تزايد. فالنمو الديموغرافي للبلد صار أقل، والأجانب صاروا أكثر، حتى أنهم ذكروا لي بعض الأصدقاء الذين زاروا بعض هذه البلاد، أنك ما تستطيع أن تشرب كأس من الشاي في بعض المحطات والإدارات، أو أن تتحدث إلى أحد باللغة العربية ولا بالدارجة. إذا لم تكن متقنا للغة الإنجليزية فما تستطيع أن تتحاور ولا أن تتحدث مع الآخر. أنت في دولة عربية، وأنت في دولة عربية، لماذا؟ لأن الأجانب صاروا أكثر من أهل البلد. هذا ما وقع في فلسطين. إذن فجاء اليهود على شكل عمال مهاجرين يستثمرون أموالهم، ولكن الهدف أنهم توطين. وبريطانيا يعني تشجعهم، بل فتحت أبواب للهجرة إلى في فلسطين، فهاجروا إليها بتعداد كبيرة. ثم أنشأوا جمعيات، هؤلاء اليهود أنشأوا جمعيات ومنظمات إرهابية على شكل جمعيات خيرية واستثمارية، ولكن هي إرهابية، تفسد وتسفك الدماء وتفعل أشياء. فبالمقابل بريطانيا ضيقت على الفلسطينيين، فمن ضبط عنده سلاح يعدم، يعدم صاحب الأرض. إذا ضبطت يعني الحكومة البريطانية سلاحا في أيدي الأصلاء والمواطنين الفلسطينيين يعدم، ومن حمل السلاح في وجهه اليهودي يعدم. وكان التشديد والمضايقات على الفلسطين. ثم بعد ذلك لما مهدت بريطانيا لليهود في الأرض وسلحتهم بسلاح فتاك، وجهزتهم بأجهزة متطورة، وأسكنتهم في أماكن حساسة، بعد ذلك أعلنت عن الانسحاب.
بمعنى أنها سلمت فلسطين إلى اليهود، فسلمت لهم فلسطين، ثم مباشرة بعد الانسحاب أعلن اليهود قيام دولة اليهود، ما يسمى بدولة إسرائيل على أرض فلسطين. بعد الإعلان تأملوا كيف هم حريصون على الكفر والظلم والعدوان من أجل، إذا كان الأمر من أجل القضاء على المسلمين والإسلام. فبعد ذلك بأحد عشر دقيقة أعلنت أمريكا تأييدها لقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين. بأي منطق يحلل هذا؟ اليهود جاءوا من بقاع الأرض، يعني مشتتين ممزعين ممزقين، فجاءوا كل واحد جاء من جهة ومن دولة ليتخلصوا منهم وليقيموهم كسرطان قاتل في جسد المسلمين والعرب وفلسطين. وبعد ذلك مباشرة قام اليهود ما يسمى بالنكبة، فهجروا الفلسطينيين من أراضيهم وأخلوهم، من وجدوه قتلوه، ومن أمسكوه من الأطفال هجروه، فهجروهم إلى الأراضي العربية، والآن بالملايين، ولا حق لهم في العودة، لا حق لهم في العودة إلى فلسطين. ثم جاء التقسيم، تقسيم فلسطين وتقسيم اليهود، فالعرب لم يعترفوا بهذا التقسيم، ولكن العرب في كل مرة يتنازلون، لأنهم فاتفقت بعض الدول أن تحارب اليهود وأن تعلن الحرب على اليهود، ولكن العرب دائما إذ اتفقوا على أن لا يتفقوا. لماذا؟ لأنهم ينطلقون بغير مرجعية إسلامية ودينية، لأن ما يزعج الأعداء وهو أن ينطلق المسلمون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أما أن تنطلق بالقومية العربية وبالعصبية العربية والوطنية فلا قيمة لهذه الشعارات ولهذه الانطلاقات، لأنها فاشلة ولا يبارك الله فيها. فالعرب أعلنوا الحرب على اليهود وعلى ما يسمى بإسرائيل بني إسرائيل، ولكن كانوا يعني يقاتلون ويحاربون كل دولة أو كل جيش لدولة يحارب بمفرده، شعارات فقط، وأننا نحاول تحرير فلسطين، ولكن في الخفاء هناك أسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الدول كان جيشها يقاتل بقيادة يعني بريطاني، قائد بريطاني، ويحارب في فلسطين، فكان يعني الخذلان لأرض فلسطين. ووقعت النكبة، ما يسمى بالنكبة، صرنا الآن نتذكرها بحسرة وألم، نكبة فلسطين 1948. ثم جاءت النكبة الأخرى، أو النكسة، تسمى النكسة الأولى النكبة ثم النكسة، 1967. في البداية العرب رفضوا ماذا؟ رفضوا تقسيم فلسطين، دولة عربية، دولة فلسطين ودولة يهودية. في النكسة يعني ماذا؟ بعد النكسة 1967 يطالبون ب يعني الدولة، أي ما بعد 67، ناسوا التقسيم، ناسوا 1948، ناسوا ما كان قبلها. إذن اعتراف، كأنه اعتراف، أنت تعترف بالسارق الذي يسرق بلدك أو تقاسم معه البلد أو المنزل، فكأنه اعتراف. يعني هؤلاء اللصوص جاءوا فسرقوا البلد، فلا يجوز أن تعترف بهم أصلا، فيحاكموا. ثم 1973 كانت حرب أكتوبر، حرب أكتوبر، ولم يحرروا لا فلسطين ولا القدس، ولم يزيدوا لفلسطين إلا ذلا وهوانا،
وفي كل مرة يأخذون الأراضي ويقتطعون الأراضي ويهدمون يعني الأماكن الحضارية للإسلام والمسلمين. فغيروا اليهود ماذا فعلوا؟ هدموا يعني ما يدل على الحضارة الإسلامية، غيروها وهودوا كل شيء، هودوا كل شيء أي جعلوه يهوديا. المساجد والله العظيم لو أن الإنسانيات يعرف ماذا وقع في فلسطين ما تراه ضاحكا طيلة حياته. أن المساجد يعني جعلوها حانات للخمور والرقص، المسجد جعلوه مكانا للخمر والرقص والفواحش والزينة، مساجد التي كان يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. فالأمور التي تدل على العروبة والإسلام غيروها أن صارت يهودية. والأبواب أبواب المغاربة معروفة وتسمعون في الأخبار في بيت المقدس، ثم حاولوا كل يعني ما يدل على الإسلام والمسلمين تغييره بل ومحوه، والمسلمون يكتفون بالتنديدات والشجب. وبعد 1973 جاءت المفاوضات المشؤومة، السلم تعليم. ماذا يعني السلم؟ في نظره هو الاستسلام. السلم ليس معنى ضد الحرب، وإنما السلم الاستسلام، فعلى العربي أن يستسلموا، وقد استسلموا ففلسطين هي لها ارتباط وثيق بعقيدة، فهناك وثيقة العمرية، وثيقة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما تسلم مفاتيح القدس وحرر المسلمون القدس وصارت بلدا إسلاميا، فمن بين البنود التي كتبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن لا يقيم فيها يهودي، أن لا يقيم فيها يهودي، فخالفوا أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلسطين أرض المباركة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فذكرها في الصور المكية قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وسورة الإسراء، لأن لأهمية القدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. والتين والزيتون وطور سينين، وطور سينين وهذا البلد الأمين. أراضي مباركة، أرض فلسطين أرض المحشر والمنشر، أرض إليها أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس ودخل القدس وصلى فيه إماما بالأنبياء والمرسلين، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إعلان أن الرسالة والقيادة انتقلت من الأمم الأخرى إلى الأمة الإسلامية، وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله هو الإمام وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وقد فرضت عليه الصلوات الخمس بمكة المكرمة، فإلى أي جهة كانوا يصلون؟ في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون جهة إلى بيت المقدس، يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، إلى أن أنزل الله الأمر بالتحويل إلى المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهو أول بيت بني بعد المسجد الحرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الغفاري قال أي المسجد بني يا رسول الله؟ أول مسجد بني على وجه الأرض على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى.
قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. والصلاة فيه 500 صلاة. 500 صلاة. ويعني شدوا الرحال إلى المسجد الأقصى هو عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، وهو المسجد له مكانة عظيمة. فكل المسلمين الذين فرطوا في هذا المسجد وفي فلسطين فهم آثمون، يسألون أمام الله يوم القيامة. وصلاح الدين الأيوبي لما حرر بيت المقدس ما رؤي ضاحكا إلى أن حرر بيت المقدس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما جاء بريطانيا البريطانيون إلى فلسطين إلى الشام، فقائدهم أول شيء فعله ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي، فرك له برجله وقال له: ها نحن قد عدنا يا صلاح، ها نحن قد عدنا يا صلاح، يا صلاح الدين الأيوبي. فقد يقول القائل: ماذا علينا أن نفعل؟ نحن لا نملك شيئا، تملكون أشياء كثيرة، على الأقل تملكون السلاح القوي هو الدعاء. فمن منا يدعو لفلسطين وبيت المقدس وتحرير بلاد المسلمين والدعاء للمجاهدين بالنصر والتمكين؟ من منا؟ لا شك أن الكثيرين لا يذكرون ذلك ولا يدعون إلا ما يشعرون به أو ما ينقصهم هم: اللهم ارزقني المال، اللهم ارزقني الدار، اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني كذا. أما الإسلام وفلسطين وبيت المقدس فقل منا من يذكر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرد بنا رد الجميلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين. اللهم رد إلينا القدس ردا جميلا. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين. اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وثمود. اللهم اكتب لنا الصلاة في بيت المقدس يا ربنا، فإنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.